أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الشيخ، ما حكم تسوية الصفوف والتراص فيها وإلصاق المنكب بالمنكب وإلصاق القدم بالقدم؟ فإننا نرى كثير من الناس خاصة طلاب العلم لا يفعلون ذلك ويتسامحون فيه. هذه واجبات من واجبات الصلاة والصفوف، أن تعدل الصفوف لا يكون فيها ميل، يتحاذون المناكب والأكعب، أن لا يكون فيها فرج وتقطعات، تكون مرصوصة، وذلك بالتقارب بين المصلين، تقارب، لا أنهم يفحجون رجليهم كما يفعل بعض الجهال ويأخذ محل اثنين ويضايق من بجانبه، هذا ليس له أصل، هذا أذى، لكن تقارب، يقرب هذا من هذا بحيث لا يبقى بينهما فرجة. نعم.